المنضمين لمشاهدتنا الآن على الهواء مباشرة في الجزئية الأخيرة مشاهدينا من برنامجكم ضربة حرة، ونسعد أن يكون معنا داخل الأستوديو المحلل العالمي المعروف الإعلامي أيضا أستاذ جمعة أحمد حمودي. مرحبا بك. مرحبا بك حذيفة، ومرحب بمشاهدي قناة البلد. نعم مرحبا بالعودة مرة أخرى بعد غياب. نعم مرحبا بك مرة ثانية في العام الجديد، ما تلاقينا من السنة اللي فاتت يا جماعة. إيه والله يا حذيفة، أنا برضو سعيد يعني حقيقة، يمكن إن شاء الله عام خير وبركة على إن شاء الرياضة الله، السودانية وعلى كل المحبين لهذه القناة. لكن يمكن يكون بالأمس الناس حزينة بعض الشيء، يعني خسارة بالنسبة للفريقين قمة طبعا خلال طبعا امبارح. طبعا الحديث بالنسبة للزميل العزيز الأستاذ الصحفي سالم سعيد، نعم وكل الناس اللي بتتحدث عن الخسائر بالنسبة للأندية السودانية على مستوى تشامبيونز ليج أفريقيا. فأعتقد يا حذيفة الأمر ما فيه أي نوع من المفاجآت. أنا طبعا بطبيعة الحال لي حديث مختلف تماما عن الكثير من الناس. أنا لا ألوم اللاعبين ولا ألوم المدربين ولا ألوم أي شخص لما يحدث بالنسبة للسوكر السوداني بشكل كبير جدا بصراحة، حتى على مستوى النخبة الوطنية، على مستوى الناشئين، ولا حتى على مستوى المنتخبات تحت 23 سنة، ولا حتى على مستوى المنتخب الأول. لا يمكن أن نلغي باللائم على اللاعبين، ولا يمكن أن نلغي باللائم على المدربين. تبدو مشكلتنا المعروفة التاريخية اللي نحن أصلا يعني قاعدين نهرب منها دائما بشكل كبير جدا، اللي هي مشكلة علاج كرة القدم السودانية منذ الجذور. هذا الأمر يمكن بح صوت المتحدثين في هذا الأمر بشكل كبير جدا، وبالتالي نحن لا نلوم احد. انا في تقديري انا بقول كتر خير اللاعبين الذين اوصلوا الانديه السودانيه الى منصات مجموعات تشامبيونز ليج افريقيا لعده مواسم متتاليه، انا شاكر لهم جدا، لانه هؤلاء اللاعبين ايضا هم وجدوا نفسهم في هذا المستوى وبطريقه تكوين قد لا تتناسب مع مستويات دوري ابطال افريقيا عندما تتم مقارنتهم باللاعبين الذين يلعبون على مستوى الانديه الاخرى يا حذيفه. وبالتالي انا لا الوم اللاعبين السودانيين باي حال من الاحوال، الخساره شيء طبيعي جدا بالنسبه للانديه السودانيه. الشيء الغير طبيعي هو أن تحدث انتصارات عابرة وتأتي في محطات مختلفة من الزمن، فأنا أعتقد أنه تعتبر هي الأشياء الغير طبيعية، لكن بالنسبة لنا الحاجة الطبيعية الخسارة، لأنه لاعبنا متكون بطريقة نحن معروفة بالنسبة لنا، مدربنا أيضا غير ملام لأنه أيضا بيتعامل مع قماشة صناعة وطنية بحتة، صناعة سودانية بحتة، ما مرغوبة حتى على مستوى الأندية الأفريقية، ما مرغوبة للاحتراف في سوق الاحتراف العالمي، نحن قماشتنا غير مرغوبة. وبالتالي انت تريد ان تنافس على مستوى افريقيا، تريد ان تنافس على مستوى المنتخبات، اذا كيف تنافس طبعا في سوق عالمي تتوافر فيه الجوده بكل مواصفات على مستوى صناعه كره القدم الافريقيه؟ نحن يجب ان لا نلوم انفسنا يا حذيفه، ويجب ان لا نخدع انفسنا. نحن مشكلتنا مشكله اداريه واضحه جدا، وتبدو مشكله الكره السودانيه المعلومه لكل القاصي والداني ولكل محبين الرياضه في هذا البلد، باعتبار انه مشكلتنا هي مشكله جذور. اللي بنعمله حاليا انتداب كوتا من المحترفين، انتداب محترفين بالنسبه للمريخ، وانتداب محترفين بالنسبه للهلال، تدعيم صفوف الانديه، انتداب ايضا مدربين اجانب، انا بفتكر يا حذيفه دي كلها عباره عن مجموعه من المسكنات لضمان وجودنا على مستوى دوري ابطال افريقيا فقط، لضمان وجودنا على مستوى البطولات الافريقيه، لكن ليس لتحقيق البطولات او المضي الى مسافات بعيده جدا على مستوى الشامبيونز ليج الافريقي. بالتالي انا بفتكر انه الخسائر شيء طبيعي جدا بالنسبه للاعب السوداني، ونامل انه هذه الرساله تصل طبعا بالنسبه للقائمين على امر اداره كره القدم في السودان بشكل عام، وعلى راسهم الاتحاد السوداني لكره القدم، انه علاج المشكله بالمسكنات قد يفاقمها في المستقبل البعيد، وتكون الفاتوره اللي بيدفعها هم الاجيال، ونحن الان اجيالنا اجيال المستقبل هم اللي بيدفعوا فاتوره طيب. الخسائر المتتاليه بالنسبه لكره القدم السودانيه. نعم طيب خلينا نفتح ملف كاس العالم للانديه اللي اسدل الستار عليه بالامس في المغرب. ريال مدريد بطل لبطولة كأس العالم للأندية بالفوز الكبير على نادي الهلال السعودي بخماسية مقابل ثلاثة في مباراة ألق فيها بشكل كبير اللاعب فينيسيوس جونيور بالإضافة لفالفيردي والعائد من الإصابة كريم بنزيما. طبيعي جدا طبعا، هو طبعا لا توجد مقارنة بأي حال من الأحوال مع بطل آسيا وكذلك مع بطل أوروبا، ريال مدريد هو عملاق الكرة العالمية لا جدال في ذلك. يمكن أي شخص لو سألته قبل المواجهة هيقول لك إنه الريال هيكسب، ودي الحاجة الطبيعية طبعا بكل المقاييس. انا في تقديري ريال مدريد هي البطوله الخامسه بالنسبه للنادي الملكي، والانتصار والتتويج بالبطوله هو مجرد دفعه معنويه جدا بالنسبه للنادي، لانه بيلعب على مسارات مختلفه على مستوى الشامبيونز ليج اوروبا، وكذلك بيلعب على مستوى لا ليغا اسبانيا، فدي بتعتبر جرعه معنويه كبيره جدا بالنسبه للنادي الملكي. انا بتكلم كان عن انه انشيلوتي ممكن يتم اقالته اذا لم يفوز بهذه البطوله. البطوله لا تعني لريال مدريد شيء باي حال من الاحوال، انا في تقدير ريال مدريد يركز بشكل كبير جدا على اهم البطولات، على البطوله المحببه جدا بالنسبه للنادي الابيض او اللوس بلانكوس اللي هي تشامبيونز ليج اوروبا، وكذلك بالنسبه للا ليغا اسبانيا، رغم اتساع شقه فارق النقاط
ما بين البارسا، شباب البارسا المتحمس متصدر ترتيب لا ليغا اسبانيا حتى هذه اللحظه، لكن اعتقد ريال مدريد يظل هو ريال مدريد، هو الفريق الذي دائما ما كان حاضرا ودائما ما كان مرشحا للتتويج في النهايات، فما حيث ما وجد ريال مدريد وجدت الانتصارات، هذا شيء طبيعي طبعا بالنسبه للريال. انا في تقديري المقارنه قد تكون يا حذيفه مجحفه نوعا ما مقارنه ما بين بطل اسيا اللي هو الهلال السعودي وكذلك البطل الاوروبي، تبدو المساحه كبيره جدا ما بين الناديين. فينيسيوس جونيور افضل لاعب في البطوله، فالفيردي ثانيا، يمكن يكون هناك جائزه ايضا مختلفه بالنسبه للاعب فلامينغو بيدرو اللي نال لقب الهداف بأربعة أهداف. بالنسبة لفينيسيوس هو لاعب طبعا تمرحلة بشكل كبير جدا تحت لعيبة عمالقة، لعيبة كبار جدا بقيمة كريم بنزيما ولوكا مودريتش، وطبيعي جدا أن يستمر هذا اللاعب في حالة ويقدم هذه المستويات الكبيرة جدا من التألق الكبير حتى على مستوى بطولة لا ليغا إسبانيا وليس على مستوى بطولة كأس العالم للأندية فقط، وأمام خصم بقيمة الهلال السعودي. أعتقد فينيسيوس سيلعب يعني مواسم وحيزدهر فيها اللاعب بشكل كبير جدا، ويستطيع انه يقدم نفسه كواحد من النجوم الواعدين في الكره العالميه، فبالتالي انا في تقدير التالق الذي اراه حاليا هو تالق طبيعي جدا للاعب شاب موعود بيلعب في نادي كبير جدا، ثبت اقدامه على ارضيه صلبه جدا، لعب مع كبار النجوم في الكره العالميه، اذا كل هؤلاء دعموا حاله التالق الكبير جدا اللي بيعيشها هذا النجم البرازيلي، ويكفي انه هو من الكوبا كابانا، يعني هو برازيليان وقماشه برازيليه، وهذه القماشه طبعا معروفه يا حذيفه انها صالحه انها يعني تلعب كره القدم في كل زمان ومكان. طيب بالنسبه لفينيسيوس جونيور 8 ألقاب في 4 أعوام، صغير، هو لاعب صغير، لكن بالنسبه للبرازيليين الامر طبيعي، او بالنسبه لللاتينوز، بالنسبه للاعبين اللاتينيين الامر انا افتكر طبيعي جدا، لانهم تعودوا جبلوا على البطولات، جبلوا على اللعب الجميل، على التفوق الكبير جدا، اذا الامر بالنسبه لهم عادي جدا. انا في تقديري بالنسبه لفينيسيوس هو من اللعيبه الاثبت وجوده على مستوى نادي كبير جدا بقيمه ريال مدريد، اللي بيلعب على مستوى افضل الدوريات العالميه اللي هو تشامبيونز ليج اوروبا، وكذلك بيلعب على مستوى الليغا اسبانيا، ويتالق مع انديه كبيره جدا، اذا الصوره تبدو طبيعيه، هذا التالق هو ليس بالشيء المستغرب على هذا اللاعب الواعد الشاب. طيب خلينا نتكلم عن يعني الهلال وصيف بطل كاس العالم للأندية، يعني وصل إلى المباراة النهائية بعد الفوز على فريق فلامينغو، خطوة جيدة أيضا تاريخيا تحسب لزعيم آسيا. هو طبعا شوف يا حذيفة أنا ما أقدر أقول إنه يعني نحن في أفريقيا وكذلك بالنسبة للأندية الأفريقية وبالنسبة للأندية الآسيوية إنه هذه الانتصارات دائما تحدث بشكل طفرات عابرة، يعني أنا في تقديري يعني هذا الانتصار هو سيعدل طبعا القيمة الكبيرة جدا بالنسبة للسوكر السعودي، وحيضيف طبعا أشياء مهمة جدا بالمناسبة لبنك الكرة السعودية، زيادة الرصيد بالنسبة للكرة السعودية اللي بدأت في مونديال كأس العالم الأخير والفوز الكبير طبعا حقه المنتخب السعودي على الأرجنتين، الآن ده فريق بيحقق للهلال بيحقق الانتصار المهم جدا على فلامينغو، وفلامينغو أيضا من غارة تتنفس كرة قدم، أنا أعتقد ده يعني دي بشائر خير بالنسبة لكرة القدم السعودية. ضيف إلى ذلك أنه الهلال السعودي واحد من الأندية الآسيوية اللي بتلعب كرة قدم رفيعة جدا وكرة قدم متميزة للحد البعيد. نعم. طيب نفتح ملف الدوري الإنجليزي الممتاز، بالأمس كان في عدد من المباريات المهمة ويمكن عدها البعض، هي ليلة سقوط الكبار عندما نتحدث عن تعادل أرسنال مع برينفورد وتشيلسي مع ويستهام، ليستر يهزم توتنهام برباعية مقابل هدف، ونيوكاسل يتعادل أيضا مع بورنموث. كل هذه المباريات انا في تقدير المباراه الاكثر اهميه هي مباراه الارسنال مع برينفورد. نعم. واعتقد انه الارسنال يعني هذا الموسم هو واحد من افضل الانديه الاوروبيه حذيفه بشكل كبير جدا، بالاضافه الى نابولي الايطالي حسب رؤيتي الخاصه انه هم الناديين الافضل على مستوى الساحات البطولات الاوروبيه الكبيره جدا والدوريات الاربعه الشهيره، فاعتقد انه ارسنال يعني هذا التعادل اخر الارسنال بشكل كبير جدا، لانه عندما تتقدم بفارق 6 نمر على سيتي وبيب جوارديولا فانت لست في مامن، وانا اعتقد انها هي فرصه طيبه طبعا بالنسبه لارتيتا في هذا الموسم، استعاد ارسنال جماهيره، يمكن جماهير الارسنال يا حذيفه استعادوا ومقاعدهم واستعادوا ادراجهم على مستوى الانديه المشاهده الكبيره جدا على مستوى العاصمه، تابعنا انه عدد كبير جدا من العشاق بالنسبه للجنرز عادوا من جديد لمتابعه الفريق اللي بيقدم كره قدم مذهله جدا، وديدنا الارسنال طبعا من ايام ارسين فينجر، يعني أرسنال غاب عن تتويج بالإنجليش بريمير ليج لسنين طويلة جدا من أيام أرسن فينجر، الفريق الآن طبعا مطالب بالعودة، أعتقد التعادل بالأمس يعني أي تأخر بالنسبة للأرسنال قد لا يكون في مصلحة الفريق بشكل كبير جدا، باعتبار أنك أنت مطارد من قبل السيتي وهو الفريق الوحيد بالمناسبة اللي بيحلم بصورة أنه يكون هو البطل في طيب. بريمير ليج إنجلترا في السيزون الحالي. 6 نقاط الآن أصبح الفارق ما بينه وما بين مانشستر سيتي، وعنده لقاء قادم مع مانشستر سيتي. ولا تنسى يا حذيفة أنه هناك 51 نمرة حتى الآن هي موجودة على أرضية الملعب. بمعنى انت بتلعب الانجليش بريمير ليج بيلعب برسم الجوله 21، اذا هناك 17 جوله لم تحسم بعد، وفي الكره الانجليزيه طبعا لا مجال للحديث عن صغير او الحديث عن كبير، تتساوى الكتب في بريمير ليج انجلترا، وهذه خاصيه خاصه بالانجليش بريمير ليج متميز بها الدوري الانجليزي بشكل كبير جدا، فاعتقد انه لا مجال للتعثر طبعا في اي مباراه وانت بتلعب على مستوى البريمير ليج وانت بتطارد هذه الكاس الغايبه عنك لمده مواسم طويله جدا. طيب في الدوري الفرنسي هناك مباراه كان فيها كثير من الكلام، موناكو باريس،
باريس سان جيرمان يخسر بثلاثة أهداف مقابل هدف في ظل غياب ميسي وإمبابي. طبعا طبعا عندما يغيب ميسي امبابي بيتضح لك تماما انه باريس سان جيرمان سيكون يعني شبيه بالانديه العاديه جدا على مستوى الكره الفرنسيه بشكل كبير جدا، لانه للاعبين اثر كبير جدا يا حسين، كنت تعلم هذه الحقيقه، وكل المشاهدين الاعزاء ومحبين الرياضه في العالم بيعلموا القيمه الكبيره جدا بالنسبه لكليان امبابي كنجم واعد او صاروخ جديد في مسارح كره القدم العالميه. اما بالنسبه لليونيل ميسي فهو لاعب يتحدث عن نفسه، تاريخه يتحدث عنه بشكل كبير جدا. ميسي كريبيوتيشن كسمعه فقط، وجوده داخل ارضيه الملعب انا في تقديري هو امر مهم جدا، انه يؤثر على الخصوم من ناحية نفسية، وبالتالي غيابه قد يعني كشف الكثير جدا عن النادي الباريسي، وانا اعتقد هذه الخسائر مهمة جدا بالنسبة للكرة الفرنسية. لماذا؟ لانه باريس سان جيرمان يحتاج الى مثل هذا النوع من الافواد حتى يعلم قيمة النجوم الذين يتعاقد معهم في المستقبل. نعم. طيب طبعا الحديث كان عن انه في مشاكل داخل غرفة خلع الملابس في نادي باريس سان جيرمان. نعم. ونيمار ليس في افضل حالاته، وهذه المواجهة تأتي أمام فريق صعب، فريق موناكو، ولكن هي تحدي حقيقي بالنسبة للباريسيين قبل مواجهة بايرن ميونخ في دوري الأبطال الأسبوع القادم. هو تبدو التحدي الحقيقي طبعا بالنسبة للباريسيين. أنا أعتقد أن مباراة الشامبيونز ليج بالنسبة لباريس سان جيرمان هي المهمة بالنسبة لهذا النادي، وأنا أعتقد أنه شكل الفريق شاحب بعض حتى عملية انتداب ليونيل ميسي وإضافة نيمار وكذلك بالنسبة لكيليان مبابي، التحدي الحقيقي لهؤلاء النجوم هو الشامبيونز ليج وليس البطولة الدوري الفرنسي التي شبع فيها باريس سان جيرمان وبات هو البطل الأوحد الذي يتجول حيث ما شاء. إذا أنا في تقديري التحدي الحقيقي بالنسبة للباريسيين هو دوري أبطال أوروبا، وإذا كانت المواجهة أمام البي إس جي وفي ظل غياب هؤلاء اللاعبين أعتقد الحسابات ستكون معقدة جدا بالنسبة للباريسيين، وهذا بطبيعة الحال طبعا ما لا نتمناه يعني. وإن كنت أظن أنه دوري أبطال أوروبا هذا الموسم كل الأندية تعاني فيه معاناة كبيرة جدا، وليس طيب هناك مستوى ثابت يعني. طيب يعني بالحديث أيضا عن باريس، كريستوفر غالتي الناس تتحدث يمكن بشكل واضح جمعة أنه لا يستطيع حتى الآن التحكم في غرفة خلع الملابس بشكل جيد، هناك مشاكل ما بين اللاعبين، هناك صراعات، يعني حتى ماركينيوس يعني يتكلم في المؤتمر الصحفي قال نحن محتاجين لأنه نلعب بطريقة البيزك، الطريقة الأساسية معروفة أنه الجميع يهاجم والجميع يدافع، هناك امتعاض يمكن ربما من عدم وجود نيمار في الدفاع بشكل كويس، يعني ما بيرجع ما بيدافع ما بيلعب مع الجميع، بيحب دائما انه يلعب بشكل منفرد. طبيعته طبعا وطريقه لعبه معروفه حتى على مستوى السلسله وحتى مع المنتخب البرازيلي، نيمار لا يدافع كثيرا يعني، معظم الانديه التي لعب لها هو بيلعب دائما انه يحب انه يلعب حر يعني، هو دائما البرازيليين بهذا المستوى يعني قليل جدا من اللعيبه البرازيليين اللي بيجيدوا يا حذيفه العمليه بتاعت الدفاع ما عدا بعض اللاعبين اللي بيلعبوا على مستوى وسط الميدان، لكن اعتقد نيمار لاعب موهوب ويمكن ان يكون هو الرقم الصعب بالنسبه لنادي باريس سان جيرمان اذا عاد مبابي وكذلك عادة الروح بالنسبه للنجم الكبير ليونيل ميسي وعاده حاله التالق المعروفه شفناها في قطر الاخيره، يمكن صعب لباريس صعب الانضباط داخل نادي باريس في ظل الثلاثي، لكن بالمقابل يستعد البايرن بشكل جيد بالفوز على بوخم بثلاثيه. نعم، هو يمكن في السنين الاخيره بصراحه يا حذيفه يعني انطفأت نوعا ما القوة الكبيرة جدا بالنسبة للبافاريين خصوصا في مستوى التنافس على مستوى دوري ابطال اوروبا، لانه لا يجب الحديث عن بطولة بوندسليغا المانيا. نعم. مثلا بالتحديد باعتبار في اطار الاستعداد طبعا. نعم. يعني نعم ونعم كان الفريق وحتى الان كومان، سيرجي جنابري. نعم. يعني مولر، يعني في اسماء جيدة. صحيح. الان جواو كانسيلو انضم الى المجموعة. صحيح، واضيف الى ذلك ساديو ماني، اذا هذا النوع من اللاعبين اعتقد يا حذيفة لهم خبرات كبيرة جدا على اللعب على مستوى الشامبيونز ليج، والامر اللي حيكون محفز جدا بالنسبة للباريسيين او اي نادي بيلعب على مستوى الشامبيونز ليج هذا الموسم زي ما اشرت لك انه ليس هناك انديه كبيره يعني مستواها متفوقه على الجميع انها تكون هي صاحبه الافضليه او يمكن ان يصاب او يضع له يعني يشار له بابهام الترشيح انه هو الافضل على مستوى القاره. ريال مدريد يعاني بشكل كبير جدا، مانشستر سيتي ايضا يعاني بشكل كبير جدا، ليفربول واصل مرحله يعني صعب الحديث عنها، وبالتالي اعتقد انه من حق البايرن ميونخ ان يكون كبيرا او ان يعود، نامل ذلك طبعا. نعم، إذا نفتح ملف بطولة دوري أبطال أوروبا تشامبيونز ليج التي ستنطلق يوم الثلاثاء بمباريات كبيرة. إذا مشاهدينا، ليالي دوري الأبطال تعود مجددا جمعة، مباريات نارية، ميلان توتنهام باريس والبايرن يوم الثلاثاء، يوم الأربعاء دورتموند تشيلسي بنفيكا وكلوب بروج. أكيد طبعا دي مباريات المتعة بالنسبة. نعم. للتشامبيونز ليج يمكن العدد من الكبير جدا من الجماهير حسيفة بيكونوا منتظرين هذه المواعيد الهامة جدا. نعم. يعني في بعض يتساءل يعني في عيد الحب يوم الثلاثاء باريس بايرن ميونخ يعني. نعم أكيد طبعا
دي حتكون واحده من المباريات المهمه جدا زي ما اشرت لك هسه قبل شوي، كنا بنتكلم عنها بصوره غير مباشره، منتظره بشكل كبير. اكيد طبعا منتظره، ودي واحده من القمم الكبيره جدا. نعم يعني الكلام دائما بيكون عن مشروع باريس سان جيرمان وهو يريد دوري الابطال، بالمقابل ايضا مشروع مانشستر سيتي والذي يريد ايضا دوري الابطال مع التركيز طبعا مع البريمير ليج البطوله الاصعب. لكن هذا المشروع لربما يلاقي الكثير من الصعوبات، لانه في كل موسم نشاهد اصطدام باحد الانديه الكبيره والعملاقه ويشكل مشكله حقيقيه في التخلص منها من قبل فريق باريس سان جيرمان. طبيعي جدا يا حذيفه، هذه الانديه التي اشرت لها هي انديه صانعه للامبراطوريات الماليه. نعم. باعتبار انه هي ليست انديه يعني عندها تراك، عندها تراك تاريخ. نعم. عندها باك جراوند تاريخي معروف زي ريال مدريد، زي برشلونه مثلا، زي ليفربول، زي ميلان، او حتى النادي البافاري بايرن ميونخ. وبالتالي اعتقد انه هذه الانديه راهنت على المال في صناعه الامجاد. وفي كثير من الاحيان يا حذيفه المال لا يحقق الامجاد بصراحه. هذه حقائق مثبتة على مسار كرة القدم العالمية. إذا حبيت الدليل ممكن أذكر لك كم دليل. فأعتقد أنه هذا الرهان على المال وحده غير كافي بالمرة. يعني عملية باريس سان جيرمان في انتداب عدد كبير جدا من اللاعبين ومجموعة من النجوم المميزين على مستوى كرة القدم العالمية قد لا تخدم النادي في كثير جدا من المسارات. وبالفعل يمكن في المواسم الماضية أنت شاهدت أنه باريس سان جيرمان كان غير قادر على المقارعة على مستوى دوري أبطال أوروبا، سرعان ما يودعه رغم القيمة الكبيرة جدا بالنسبة للاعبين الموجودين فيه، بيمثلوا آيكون على مستوى أنديتهم وكذلك على مستوى بلدانهم المختلفين. نفس الحال ينطبق على مانشستر سيتي بشكل كبير جدا، وأعتقد أن السيتي نوعا ما هناك استقرار، يعني أقدامه مراسخة على الأرض أفضل بسبب التتويج المهم جدا ببريمير ليج إنجلترا، لأنه الدوري الإنجليزي الممتاز دائما عنده قيمته المعنوية وعنده قيمته التاريخية وعنده قيمته النقدية، بالإضافة إلى أنه دوري له سمعته مختلفة تماما من البطولة الفرنسية. فأعتقد أنه الفوز ببريمير ليج إنجلترا بالنسبة للسيتي قاعد دائما يكفر الأخطاء التي تحدث على مستوى دوري أبطال أوروبا. أما بالنسبة لباريس سان جيرمان فهناك ليس هناك عذر بالتأكيد طبعا بالمرة، وأعتقد هذا النوع سيكون له ضغوطات كبيرة جدا وقد تؤثر بالمناسبة وتلقي بأثار سالبة على النادي الباريسي من خلال مساره على دوري أبطال أوروبا. وبالتحديد باريس سان جيرمان قاعد يعاني من هذه الضغوطات الكبيرة جدا عندما يلعب على مستوى الكبار في تشامبيونز ليج. لكن نأمل هذه المرة أن نشاهد شكل مختلف، خصوصا بعد حالة الاستقرار بالنسبة ليونيل ميسي وانتهاء كابوس النقد الإعلامي بالنسبة لميسي المعروف على مستوى الدنيا أنه لم يفوز بكأس العالم. أخيرا كسر هذا الحاجز، ونأمل أنه نشاهد ميسي بشكل مختلف يعني مع باريس وتكون له بصمته رغم أنه هو يعني 36 سنة، لكن نأمل أنه نشاهد ليونيل يشكل الإضافة المرجوة بالنسبة للنادي الباريسي. ميلان توتنهام. ميلان اعتقد هذا الموسم بيقدم مستويات يعني بعيد عن مراكز الصداره بالنسبه لكالشيو ايطاليا، ودي حاله طبعا خاصه جدا. انا سعيد طبعا بعوده النابوليستا لانه بنحب نابولي جدا يا حذيفه، وعودته وصدارته بالنسبه لكالشيو ايطاليا. ميلان هذا الموسم بعيد، فاعتقد انه نتائج الفريق على مستوى بطوله الدوري بتنعكس بصوره مباشره يا حذيفه وبشكل مباشر على مستوى مسار الفريق. نعم. في دوري حتى توتنهام يعني ليس في افضل حاله، ايضا توتنهام غير منافس على مستوى بريمير ليج انجلترا. نعم. رغم انه تواجده على مراكز صداريه كبيره جدا، لكن اعتقد توتنهام ظل حتى في حالات غفوته الكبيره جدا، الفريق دائما لما يكون في صحوه كبيره جدا لا ينافس بشكل واضح جدا على مستوى الكره الانجليزيه. واعتقد انه دي مباراه قد تكون متعادله الكفه فيها بشكل كبير جدا ما بين توتنهام هوتسبير وكذلك مع عملاق الكره الايطاليه ميلان. دورتموند تشيلسي يوم الاربعاء، هما الاثنين ايضا اعتقد دورتموند افضل كفته من تشيلسي. نعم. يعني تشيلسي ربما اصابته لعنه توخيل، خروج هذا المدرب اعتقد اضر بالفريق بشكل كبير جدا يا حذيفه. لا تشيلسي الان يعاني، تشيلسي يتقهقر الى مراكز لم يتعود عليها انصار البلوز ان يكون تشيلسي متواجد في هذه المراكز في روليت بريمير ليج انجلترا. اعتقد الامر. نعم. صعب جدا على الرغم من كميه. نعم. التعاقدات يعني. نعم تشيلسي ايضا ينتمي لامبراطوريات الانديه التي صنعت تحت امبراطوريات المال، واعتقد انه الان يعاني بشكل كبير جدا، وهذه واحده من الاشياء غير ساره طبعا بالنسبه لنا كعشاق وكمتابعين بالنسبه للكره العالميه ومهتمين. نامل انه يعود البلوز كمنافس قوي جدا بالنسبه للشياطين الحمر مانشستر يونايتد، ويعود ليفربول الذي خرج ولم يعد حتى هذه اللحظه. نامل نشاهد كره انجليزيه مختلفه، الان رجعنا للثنائيه القطبيه في الكره الانجليزيه، هذه يمكن فارقناها سنين طويله جدا كمتابعين وكصحفيين وكاعلاميين مهتمين بالكره العالميه. انتهت القطبيه الثنائيه في الكره الانجليزيه، انتهت لازم العديد من المواسم السابقه، لكن الان يبدو انها بدات تعود، لانه الان تلاحظ انه المراكز الصداريه صراع الصداره بالنسبه للبريمير ليج في التوب تيبل اللي هو الارسنال، والرنر اب مباشره اللي هو نادي مانشستر سيتي، ويبدو ان المنافسه ستكون بين هذين الناديين يعني، لانه مانشستر رغم وجوده على مستوى المركز الثالث لكن اعتقد مانشستر بعيد نوعا ما. طيب بنفيكا كلوب بروج. بنفيكا كلوب بروج الكفه تميل بشكل كبير جدا للنادي البرتغالي، بنفيكا متمرس على مستوى اللعب على مستوى دوري ابطال اوروبا بشكل كبير جدا، خصوصا ودائم الحضور بالمناسبه مع بورتو، وتمكن من اقصاء العديد من الانديه الكبيره جدا. نامل انه تكون يعني مباراه في تقدير الكفه بتاعتها تبدو يعني متكافئه نوعا ما بين الناديين. طيب هناك الحديث كبير ايضا خلال اليومين الماضيين عن جوائز الفيفا، جوائز ذا بيست لافضل لاعب، لافضل مدرب، لافضل حارس وغيره. الحديث ربما عن
منافسة قوية ما بين اسمين، يعني على صعيد أفضل لاعب في العالم هناك قوة بنزيما مع ريال مدريد اللي حصد كل الجوائز الممكنة مع النادي، وميسي اللي حاصل على طبعا بطولة كأس العالم. بالنسبة للمدربين صراع كبير ما بين أنشيلوتي وأيضا إسكالوني، أيضا على مستوى أفضل حارس هناك صراع كبير ما بين إيميليانو مارتينيز اللي حاز على كأس العالم وما بين كورتوا اللي حصد كل الألقاب مع نادي ريال مدريد. انت داير رأيي بمنتهى الوضوح كده يعني. نعم. وطبعا حذيفة يعني انت لا يمكن هو رئيس نعبة الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، خلينا نفصل الأشياء دي بجزء بتفصيل مهم جدا. نعم. لمصلحة المشاهد ولمصلحة المستمع أيضا. الرئيس نعبة الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا أصلا معروفة المستوى الأول بالنسبة له هو النخب العمومية. كويس؟ هو السيلكسيون بالاسبانيه اللي هو المنتخبات العموميه بصوره لكن عامة. هناك تصويت؟ نعم لا نحن نتحدث عن هذه الجزئيه بالذات. طيب. اوكي دعني يعني ليت مي تو كلاريفاي ذيس بوينت ما في مشكله خلينا نوضح النقطه دي. فالتوب هو المنتخبات، هو مستوى المنتخبات، بعد ذاك بيجي مستوى الانديه خصوصا نتحدث عن دوري ابطال اوروبا بالذات. اوكي طيب ليونيل ميسي بطبيعه الحال هو متوج بكاس العالم الاخيره في قطر 2022 وكان هو النجم الاوحد بالنسبه للمنتخب الارجنتيني بكل المقاييس وحمل الفريق على اكتافه وتوج بهذه البطوله، وبالتالي لا مجال للحديث عن افضليه اي شخص اخر يعني. حتى لو كان كريم بنزيما متوج مع ريال مدريد بكل شيء لا يمكن طبعا ان تتم المقارنه في هذه الجزئيه. نحن نتحدث عن كاس العالم اللي هي البطوله التوب بالنسبه لرزنامه الاتحاد الدولي للفيفا. اذا باي باي دوري ابطال اوروبا، هنا ما في منافسه على مستوى دوري ابطال اوروبا كده. انا بالنسبه لي الموضوع منتهي خالص، اذا النجم الافضل حيكون ميسي بدون كلام. بالنسبه لمستوى المدربين المقياس برضه حيكون ايضا على مستوى النخب. اذا وضعنا انه المنتخبات هي المعيار الاول، اذا ليونيل سكالوني حيكون هو المدرب الافضل على مستوى الساحه العالميه. هذه ايضا لا تحتاج الى جدال كثير يعني بكل المقاييس. اما المعيار الثالث اللي ذكرته هو ايميليانو مارتينيز كورتوا لافضل حارس. طبعا بالتاكيد، لانه انا في تقديري يا حذيفه ايميليانو مارتينيز الحارس الحالي بالنسبه لاستون فيلا، الحارس المتالق بالمناسبه ومثير جدا لشغف الاعلام في البريمير ليج، واحد من الحراس المميزين جدا في الساحه العالميه. ايميليانو مارتينيز التصدي في الدقيقه 20، التصدي في الدقيقه 20 لكره كارلو مالو اللي هو اللاعب الفرنسي في الدقيقه 120، انا اعتقد انه هذا التصدي ممكن لو لم يفعل ايميليانو مارتينيز في كاس العالم شيء الا هذا التصدي لما نحو جائزه افضل لاعب في افضل حارس مرمى في الساحه العالميه في الوقت الراهن في تقديري. نعم. طيب بالاخير هذه الجوائز وتاثيرها بشكل عام بالنسبة للاعبين، يعني إذا كان بنزيما لم يحصل على هذه الجائزة فالبعض يعتقد بأن مستويات بنزيما قد لا تكون في الأفضل خلال هذا الموسم الحالي. وبالتأكيد طبعا في تقدير كريم يمكن هناك مسألة قد تكون هتخصم من رصيد كريم بنزيما بصورة كبيرة جدا. أنا أعتقد كريم بنزيما كان يمكن أن يكون منافسا شرسا جدا لو كان لعب مع الديوك ووصل مع المنتخب الفرنسي الى نهائي كاس العالم، كان سيكون منافس غير عادي بالنسبه لليونيل ميسي ويمكن ان يتوج بجائزه اللاعب الافضل على مستوى العالم. هذه الجزئيه تنقص كريم بنزيما بشكل كبير جدا. ترك الامر بالنسبه لامبابي؟ ترك الامر بالنسبه لامبابي، امبابي تعلق طبعا بشكل كبير جدا مع المنتخب الفرنسي، لكن اعتقد وجود كريم كان طبعا سيضيف لرصيده. من الجيد انه وجود امبابي يعني رغم انه لم يحقق اي انجاز يذكر على صعيد دوري الابطال وحتى كاس العالم. اكيد طبعا هو لاعب شاب، انا في تقديري هو معه هالاند او معه فينيسيوس جونيور، ده جيل جديد جاء في متوسط ميدان برشلونه، بيدرو دي نجوم واعده حتكون هي القياده الرئيسيه بالنسبه لكره القدم العالميه في المواسم القادمه، وواحد من اللاعبين اللي ممكن يكون ايكون يعني بالنسبه لاي نادي، لانه مبابي رغم انا اكثر ما يعجبني في مبابي انه رغم انه لاعب صغير لكن هو من نوعيه اللاعبين اللي بيحملوا فريق على اكتافهم يعني. يعني بيتصدى للمسؤوليات الصعبه، شفنا عبر تاريخ كره القدم كان بيصدوا لها لاعبين بقيمه بيلي، دياغو، ارماندو، مارادونا، فرانس باكنباور، لوسر ماتيوس، يعني وات شاب صغيرون، زيزو، زين الدين زيدان في تاريخ الكره الفرنسيه، حتى بلاتيني نفسه انا في تقديري في بعض المواقف لم يتصدى لقياده المنتخب الفرنسي مثل ما يفعل مبابي بهذه الصوره. اعتقد لاعب قوي جدا. وقوي نفسيا وقوي بدنيا وامكانيات غير عاديه بالنسبه لمبابي. اعتقد قوه الشخصيه بالنسبه لمبابي دي حتشكل رصيده المستقبلي بشكل كبير جدا كنجم لا يضاهى في مسار كره القدم العالمي. نعم، نفتقد بشكل كبير في هذا الموسم ربما يعني الاسماء العربيه التي كنا نشاهدها دائما، يعني رياض محرز بعيد ايضا في مستواه في العام 2023 افضل من عام 2022، والتذبذب الكبير الذي حدث بالنسبه لمستويات مو صلاح. اكيد طبعا رياض ما في سوء، ما في حالته الطبيعيه. نعم. طبيعي جدا يا حذيفه، هناك فترات يتالق فيها اللاعب بشكل كبير جدا، تهب رياحه بصوره جميله جدا، وهناك بعض اللاعبين في بعض المواسم او في بعض اللحظات من الموسم قد يتدهور، بيكون في ديتيريشن بالنسبه لمستوى اللاعب بشكل غير عادي، دي الحاله اللي بيعيشها النجوم العرب في الوقت الراهن. اعتقد انا يعني حزين بصراحه بالنسبه للاعبين لانه هم افارقه في المقام الاول، بيلعبوا على هم منتمين لافريقيا وهم لاعبين عرب، اعتقد انه
الامر بيقلل بشكل كبير جدا بالمناسبه من قيمه السطوع الكبير جدا بالنسبه للنجوم الافارقه، والظاهره دي ما محصور على اللاعبين العرب لوحدهم، حتى على مستوى الافارقه يعني الافارق اللعيبه الاخرين اللي بيلعبوا على مستوى الانديه الكبيره زي ساديو ماني مثلا، لاحظوا انه حاله التالق الكبير جدا بالنسبه له عندما كان في ليفربول قفض، يعني قفض ضوء اللاعب بشكل كبير جدا، وتلاحظ ان هناك انخفاض عام. نحن نامل طبعا ان تعود الكره الافريقيه على مستوى ساحه التنافس بشكل افضل ويظهر لاعبين بقيمه كبيره، لكن في الطرف الاخر يحيرنا الامل بشكل كبير جدا ان نيجيري فيكتور اوسيمين مع نابولي المتصدر طبعا لترتيب الكالشيو الايطالي، وقلت لك انا سعيد طبعا لهذه الجزئيه لانه نحن يعني من الناس اللي ورطوا مارادونا في نابولي يعني يا حذيفه. فيكتور اوسيمين النيجيري بيتالق بصوره غير عاديه طبعا مع نابولي كوجه افريقي جديد وكعلامه افريقيه بارزه جدا في الساحه العالميه. نعم. فنحن انا في تقدير انه الافارقه سيكونون حاضرين في الكره العالميه ولن يغيبوا ان شاء الله. نعم، هناك ايضا كان بعض الترشيحات الاوليه طبعا ضمن القائمه بالنسبه للمدربين، وليد الرجراجي كان ضمن المرشحين في جائزه افضل مدرب، ايضا في افضل حارس كان من ضمن المرشحين في القائمه الاوليه ياسين بونو. الاثنين بيستحقوا التواجد بصراحه، حتى لو من باب الدفع المعنوي بالنسبه لهم الاثنين، اعتقد انه الرجراجي عمل شغل كبير جدا، والرجراجي رغم انه سي بي ما كبير يعني سي بي بدا في 2017 اعتقد انه سي بي عادي جدا وفتره تدريب بسيطه جدا، لكن حالف التوفيق طبعا بشكل غير عادي. نعم. يقولوا انه يعني اخذ مجهود غيره. لا ما اخذ مجهود غيره ولا اي حاجه، حذيفه التدريب ده بالذات ما هو حاجه زي ما اخذ مجهود غيره. نعم. انا في تقديري ده مدرب يعرف يدير ماتش، يعني انا حذيفه الاختبار الحقيقي بالنسبه للمدربين هو مش انت وجدت شنو، هو انا في تقديري مدارس التدريب المختلفه هي عباره عن جداول بتتداعى في بعضها البعض، ده شيء طبيعي جدا، بمعنى انك اذا كنت مدرب يا حذيفه وتمت اغالتك او رحلت لاي سبب من الاسباب، انا جيت استلمت التدريب بعدك اكيد بستفيد من خياراتك انت اللي انت عملتها. نعم. بستفيد من الجوانب الايجابيه اللي انت صنعتها. لكن الوصول الى كاس العالم وقطف الثمار من قبل خليل وزيد مساله مؤلمه ايضا بالنسبه للمدرب. اكيد طبعا بكل المغاير، حتى خليل وزيد يعني. نعم. كان ناغما جدا على هذه الجزئيه بالذات، واعتقد انه الرجراجي مدرب يعني برهن على قدراته الكبيره جدا مع النخبه المغربيه، ونامل ان دي تكون مش اشتراقه عابره يعني كاول ظهور بالنسبه للفارغه او الوصول الى هذا المستوى الكبير جدا في بطولات كاس العالم الكبيره. اعتقد انه نامل انه تكون يعني في خطوه اخرى يعني اكثر جمالا من هذه الخطوه يعني. ياسين بونو حارس مميز بكل المقاييس، نامل كان غض مواسم كبيره جدا في التقارير طبعا ربطته مع نادي بايرن ميونخ في الاول، يستحق بالمناسبه التواجد على مستوى نادي اوروبي كبير جدا لانه كان بيلعب على مستوى سيفيا ولمواسم طويله جدا هو بيلعب في سيفيا في اسبانيا، واعتقد انه الامر ده انا اتمنى انه اشوف بونو في نادي كبير، في نادي كبير بيلعب على مستوى تشامبيونز ليج وبينافس على البطوله، مش مجرد بيلعب، لا ما سيفيا بيلعب على مستوى تشامبيونز ليج وبيلعب على مستوى اليوروبا ليج، لا ده مش كفايه، محتاجين بونو ده يلعب في نادي بيلعب على البطوله، يعني ده كان ممكن تكون اضافه بالنسبه له كبيره جدا في رصيد هذا اللاعب المغربي المميز جدا، لكن واحد من الحراس المفخره يعني بالنسبه لافريقيا والمغاربه وللعرب بصوره عامه. نعم، الجميع يتوقع جمعه من خلال هذا الموسم في العام الجديد 2023 ان تتغير جميع هذه الاسماء في القائمه القادمه، ان نجد هالاند، نجد ربما امبابي، نجد ايضا ربما بشكل كبير فينيسيوس جونيور على قائمه اللاعبين المميزين للتسابق نحو جائزه افضل لاعب. وطبعا يا حذيفه انا يعني ما دار اقول لك انه الكره العالميه يمكن في المواسم الاخيره بدات يعني ما عادت تظهر عدد كبير جدا من اللاعبين المميزين او اللاعبين الموهوبين بشكل كبير. فالان انا افتكر المسرح مفتوح بشكل كبير للثلاثي اللي انت ذكرته واشرت له بصوره واضحه جدا، ويمكن كنت اعتقد انه مبابي وهالاند هم اعلى كعبا من فينيسيوس جونيور، لانه ديل عندهم الخاصيه بتاعت القياده. فينيسيوس انفعالي جدا في كثير جدا من المواقف، نشاهد انه فينيسيوس بيتحصل على بطاقات غير مستحقه، رغم انه كبيرك اشرت لك انه هو لعب مع لاعبين كبار يجب انه يتعلم منهم، وبالتالي اعتقد انه هالاند ومبابي هم حيكونوا الثنائيه الممكن تنافس على عدد كبير جدا من الجوائز في الساحه العالميه في المواعيد القادمه. نعم، وصلنا ختام، شكرا جمعه. شكرا حذيفه وكثر خيرك جدا، وشكرا على الاستضافه. نعم، شكرا لكم ايضا مشاهدينا على حسن المتابعه، وصلنا بكم للختام، نلتقيكم ان شاء الله في ضربه حره الحد القادم في تمام الساعه 1 ظهرا، الى ذلك الحين كنت سعيد وانا انقل جهد الزملاء خلف الكواليس، تحياتي حذيفه عبد الله والفريق العامل، الى اللقاء.